أقف بين صفوف المصلين وعيناي ترقبهم لأكون جماعة معهم، لأني حرمت سماع صوت الإمام فلا أعرف ما إذا ركع أو قرأ. أصطف معهم رغبة في أجر الجماعة، وأقف وكلي انقطاع لله، فهو أعلم بأني أتوق شوقا لسماع ذكره وآيه. يا رب امنحني يوما أسمع فيه صوت الأذان، ففي كل مرة أخطو فيها للمسجد تخنقني أنفاسي وأحاول جاهدا لعلي أسمع همسا لصوت المؤذن. أما أمي فلن أسهب حديثا عنها، فقط أغمضوا أعينكم وتخيلوا أنكم لا تسمعون لصوتها نبضة. تخيل بأنك ترى ملامح وجهها الطاهر وابتسامتها ولا تدري بأي العبارات تنطق. سبحان الله والحمد لله.